السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، هنا في شاطئ القرم، تحديدا يسمى هذا شارع الحب لكن له مسمى آخر، بس هناك في يعني يستمتعون بهذا دائما مع الأجواء الجميلة و يعني أجواء رائعة، وأنا أحب بلدي كثير وكل ما عمله في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل عمان، من أجل البشرية، نعم من أجل عماننا، من أجل خليجنا، من أجل عروباتنا وانتشارها للعالم بإذن الله تعالى، بحيث تحت شعار اكتشاف عماني خليجي عربي وخطة استراتيجية أمريكية، لذا تكون الشراكة، وهذه الشراكة بحيث أن سلطنة عمان وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك تاريخيا تعد سلطنة عمان أول دولة عربية تفتح علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعود لأكثر من 150 سنة، يعني ما يقرب 200 سنة الآن يعني. والحلقة هذه أردنا نخصصها ونحن في أجواء جميلة وهدوء البحر، مناظر رائعة جدا، مناظر جميلة جدا، من جانب واحد البحر، من جانب ثاني هنا الشاطئ جميلة جدا، ومن جانب آخر البيئة، حفاظ على البيئة، أشجار القرم الطبيعية، ودولة يعني حكومة رشيدة حقيقة تحافظ هذه المنطقة باعتبار محمية طبيعية، لأي شخص يزور سلطنة عمان ويزور مسقط سيجد يعني غني بالتاريخ والتراث والثقافة. عموما الحلقة هذه تختص، بس نأخذ جرعة الماء ساخن. أوه سبحان الله، جسدك والمفاتيح الغامضة، جسدك والمفاتيح الغامضة، خليني نقرأ على سريع ثم ندخل في الموضوع. وطبعا جسدك والمفاتيح الغامضة والهاكوباثي أو الطب الهاكوباثي، أول شيء لنقرأ هذه العبارة اللي سجلناها على سريع، جسدك فهي حديقة مزدهرة بأزهار جميلة، فتخيل هذه الحديقة التي تحتاج إلى عناية تركيز، وأن كلما تراعي الحديقة كلما توفر لك تنبت أزهار جميلة بروائح رائعة جدا، كروائح مثل الياسمين وكذا والورود وما شابه ذلك، فأعتبر أن جسدك هي شبيهة بحديقة رائعة التي يلزم مراعاة، يلزم العناية بها، يلزم إعطاء أولوية حتى تستطيع تمضي قدما في تحقيق كل ما تريد أن تحقق في حياتك. لا يوجد مستحيل، كل شيء في الدنيا ممكن، بس ما عدا واحد، أنك ترجع الإنسان ميت إلى حي، أو ترجع الحي الميت إلى الحي، وطبعا باستثناء يعني ما عدا إرادة الله سبحانه وتعالى، لكن لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب، طالما أنك لا تهبط ولا تتقبل فشل وتعتبر أن الفشل هي عملية مؤقتة للوصول إلى أكثر من ذلك، أكثر من يعني تنظر على أساس جبال الحياة، أنك تتسلق هذه جبال الحياة وتبدأ من جبل واحد ومن ثم تنظر أنك خلاص حققت نجاح وأنت سعيد وكذا، فإنني أنا قمة الجبل، لكن من ثم تبدأ تنظر أن هناك جبل آخر، جبل أعلى، ومن ثم تبدأ تتسلق هذا الجبال والوصول إلى جبل أعلى، لكن أحيانا تكون في منطبات تخليك تطيح، يعني كما تقول تسقطك، ولما تطيح من الجبل يعني تستيقظ مرة أخرى وبسهولة تقدر تعود مرة أخرى من حيث وصلت، هذا بكل يسر وسهولة، وهذا ممكن تلاحظونه في لعبة الألعاب
او اي شيء تسويه في حياتك بتحس انك توصل لشيء كانك اصبحت خبير او اصبحت ملمة بكل هذه الاسرار الكونيه لتحقيق هذا ووصول هذا هذه قمه الجبل. وبالتالي صعود الجبل اعلى يعني يتطلب قليل من الوقت، قليل يعني بعض مزيد من الجهود ومزيد من الوقت حتى توصل ذلك. لذلك ننظر إيش الذي يؤثر في جسدك وإيش الذي يمنع هذه الحديقة الرائعة بأن تزدهر بزهور جميلة رائعة حتى تحقق طموحاتك وأحلامك. كما ارتأيت الخمس عناصر الثروة الفعالة المستديمة، خمسة من أكثر أهمية إلى أقل أهمية، هذا اللي ارتأيت: قوة الإيمان، مزيد منها، مزيد من الصحة الشاملة الجسدية العاطفية العقلية الروحية، مزيدا من السعادة، مزيدا من العلم والمعرفة، ومزيدا من المال المبارك، الكثير من المال، الثراء. ولكن هناك تحدي آخر، هذا سنة الحياة. سنة الحياة لأنك كما تريد تحقق نجاح هناك مطبات تطيح وترجع مرة ثانية، مثل طفل لما يريد يتعلم يمشي يطيح لكن ما يفقد الأمل، يطيح ويتعور أحيانا ويبكي وبعد شوي يشوف مرة ثانية يقوم ويواصل مصير. هكذا الإنسان، يعني هكذا حياة، الحياة كده هي لذة الحياة. لا تنظر التحديات الأساس مشاكل ومن ثم تبدأ تقضي على نفسك، تقول مشكلة وأنا خلاص وكذا، وتبدأ تلوم الآخرين، تلوم الدولة، تلوم المجتمع، تلوم جيرانك، تلوم فلان وعلان. لا، الفشل أنت الذي تقرر فشل، والنجاح في مفتاح مفاتيح النجاح في يدك، بس أنك تكتشف هذه الأسرار الكونية. لذلك الجسم يمر بالغزاة مثل حياة الإنسان، التحديات هذا شيء طبيعي. لذلك لما تمر بهذه الغزاة، ما هي الغزاة؟ هي الغزاة هي البكتيريات، الفيروسات، المواد السامة من البيئة، من المواد الحافظة في الأطعمة. طعمة نتناولها مفيدة، لكن من جانب آخر وجود هذه المواد الكيميائية لحفاظ على بقاء الأطعمة لفترة أطول، سواء أطعمة سواء الفواكه وما شابه ذلك. لذلك هذه مواد سامة أيضا تعتبر غذاء، وحتى الطعام الذي ما تعودت عليه ممكن يعتبره غذاء لأن جسمك يتعامل معك كأنه غريب. وأحيانا تحصل تقلبات في جسمك، أحيانا أنت تأكل أكل معين ولو متعود عليه لكن ممكن يسبب لك أثار سلبية، هذا أي حلقة أخرى. لذلك كل هذا جبناه تحت مسمى واحد، الغذاء. فالغذاء اللي هي الأجانب، المسببات الأمراض والبكتيريا والفيروسات والمواد الحافظة للأغذية وما إلى ذلك، يهددون صحة الجسم بالكامل من جميع جوانب: الصحة الجسدية، العاطفية، العقلية، الروحية. يستخدم جسدك كامل إمكانية لمحاربة هؤلاء الغزاء الأجانب. إذن جسمك أساسا له قدرة في كافية في الحماية والصيانة الذاتية والشفاء الذاتية. عندك سبيل المثال جهاز مناعك، عندك سبيل المثال كرة الدم البيضاء، كرة الكبد، ما شابه، كل عندك يعني جسم منظومة متكاملة، هيكل متكامل يحميك من هذا الغزاء، يحميك. بس ستلاحظون لماذا يمر الجسم بهذه التقلبات بشكل يعني أكثر، وما الذي يؤدي إلى هذا الفشل في عملية حماية الذاتية، الصيانة الذاتية والوقاية الذاتية. لذلك من خلال دورة الخلية، طبعا هذا يعني طبعا الخليه تمر يعني كل يوم تتساقط وتنمو خلايا جديده، فهذه تسمى دوره الخليه the cellular cycle. كل يوم من حياتك الحرب بين الجانبين لا يتوقف، حرب بين الغزاة وجسمك لا يتوقف ولا ينتهي، الحرب لا تنتهي. تبدأ المشاعر التي أنعمت بها، يعني اللي هو الروح أساسا بالتحديد مجانا تحميك. وأثناء نموك وتطورك منذ فترة طفولتك في مجرد اكتمال خلقك والنمو،
حيث يتم استخدامها كوقود لنظام جسمك بالكامل مثل جهاز المناعة وما شابه ذلك كما قلنا قبل قليل وكرات الدم البيضاء وما شابه ذلك. لذا ما هو الحل؟ طبعا كل إنسان يريد حل، أليس كذلك؟ ألا تريد حل؟ إذن هذا هو الحل، الحلول موجودة، لا يوجد شيء مستحيل في الدنيا إلا كما قلنا من قبل أن ترجع إنسان حي ميت إلى حي، وطبعا كل شيء بإرادة وبالتالي إلى ما قدر الله تعالى، لكن أنت تسعى هتوصل هتوصل. لذلك هذه تعتبر من مبادئ الثلاثة المهمة جدا يجب أنك تراعيها. أول شيء مبادئ بيكادو، طبعا من المصطلح الإنجليزي وكان سهل عملية الجمع هذه الأحرف الأولى للمعاني الكلمات بيكادو، أي بليف، والبي بليف أي الإيمان بفوائده، أي إمبليمنت اللي هو التطبيق، سي كونتينيو أي اللي هو الاستمرار، دي اللي هو ديسيبلين أو المواظبة، أي بي كادو سو بي اي سي اي اي اللي هو ابريشيت تقدير، دي اللي هو المواظبه او اللي هو ديسيبلين المواظبه، ويو اندرستاند حرف الاول لكلمه انجليزيه اندرستاند اي فهم زيها بقدر المستطاع. كلما تسعى لاستفاده من عما يخفيها هذه تخفي هذه النعمه الربانيه، الطب الهوميوباثي العلاج بالماء الساخن، الماء الساخن تحديدا يحمل اسرار لم يكشفها التاريخ على الاطلاق على الاطلاق. صدقوني بحثوا ابحثوا في جوجل ستكتشفون الحقائق. ثانية الطب الهوميوباثي او الهوميوباثي او هاكو ريفيتالايز او اعاده احياء بالهاكو والولع عن طريق الهوميوباثي، اعاده احياء بناء الانسان طالما لقيد الحياه لا تفقد الامل مهما كان مهما كان بلغت من العمر، فلا تفقد الامل. يعني زوج ابو زوجتي لما تعرفت على هذا الطب لما بلغته وبدأت أعطيه كل هذه إرشادات صحية وأخذ بحسن نية وتقبل والتزم بجميع التطبيقات كان عمر هذا كلام من 14 سنة، الآن هو عمره 94 سنة مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، كان عمر ذاك الوقت 80 سنة. فتخيل بعمر 80 سنة ولم يفقد الأمل، الآن 94 سنة، لدرجة قال يا ليتني لو استطعت لو كنت استطعت توصلت لهذا اللي وصلت هذه كلها النعمة اللي نشرت على كل أصدقائي، لأن ولا واحد بقي على قيد الحياة، فقدت أصدقائي منذ 20 سنة منهم 30 سنة من 40 سنة ولا واحد على قيد الحياة. يعني هو بعمره 94 حتى الآن الحمد لله في يعني لازال على قيد الحياة بفضل تعالى. لذلك هذه تعتبر من الطرائف لا يمكن تقدر بأي ثمن مهما كان مهما كان لا تقدر بثمن. هذه عجائب، هذه معجزة من الدرجة الأولى، ليست معجزة فارس بس هي معجزة إلهية. يعني ثلاثة العنصر الثالث اللي هو اتبع إشارة جسمك، اتبع إشارة جسمك من حيث الأعراض. بدأ سبيل المثال إذا تصاب بالصداع إيش معناته؟ الصداع معناه طبعا كما هو معروف علميا يقول الصداع هي علامة جفاف الجسم، لكن أنا أقول الصداع علامة جفاف الجسم من جميع عناصر أساسية. يعني في فرق بين dehydration و dehydration. هاكويشن لو نحن أسسنا الهاكوباثي، إذن هاكويت يختلف عن هايدريت. هايدريت هو تغذية خلايا جسمه أو تغذية جسمه بسوائل أو بالماء بالماء، بينما هاكويت تغذية الجسم بيش بإيش بجميع عناصر أربع الصحة، يعني الماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين. هذا هو. لذلك وكذلك مثل السعال الكحة ضعف يعني شعور بالإرهاق وبشبه ذلك ضعف قدرة الجسم، الخمول اللي هو التعب والإرهاق، اندفاع يعني الاندفاع هذا كمان، والحمى والتعصب، توترات العصبية، تقلبات مزاجية، القلق والخوف وما شابه ذلك. إذا كل ما يتعلق بالصحة إيش بجميع أربع جوانبها، الصحة الجسدية، الصحة العاطفية، الصحة العقلية، الصحة الروحية. لذا من هنا خلاص أصبحت عندك الحلول موجودة عندك، والقرار فقط أنك تتخذ قرار، مجرد قرار
أن تمضي قدما وتطبق هذه جميع الثلاثة مبادئ الأساسية التي أشرنا إليها. بمجرد تبدأ تطبق هذه المبادئ وتفهم ما هو الطب الهيدروباثي وما هي الأساليب الصحية والعلاجية لجميع أساليب الصحية والعلاجية وكيف تتعامل مع دائما متغيرات الحياتية، مع هذه الغزاء وهذه التقلبات اللي تحصل، سواء كان بالأمراض بس فقط، ما نركز على الأمراض فقط، أمراض يعني كلها تقع في جانب واحد، الجانب الجسدي. عندك كذلك البدانة، جانب الجسدي، قدرة الجسم اللي كفاءة الجسم والحيوية والشعور بالطاقة والشعور، هذه كلها تقع بجانب فقط الجسدي. طيب عندك الجانب العاطفي، المزاج والتقلب، يعني اللي هي الشعور بالراحة، التأقلم مع التحديات والنظر بالحياة بالنظر إيجابية ونظر بأي شيء، ولا تسمى شيء اسمه مشكلة، يعني احذف شيء اسمه في رأسك في دماغك شيء اسمه مشكلة. لا تقول لنفسك عندي مشكلة، قل عندي التحدي، لأن التحدي تستطيع تحل، لكن المشكلة كأنك تقضي على نفسك ويوميا اسمها مشكلة مشكلة مشاكل مشكلة مشاكل مش، بالتالي هذه تبدأ تبني في ذاكرتك هذه كلها سلبيات سلبيات سلبيات، ومن ثم إيش بيكون؟ يتوسع المستوى مجتمع أكثر، ومن ثم أنت تتأثر أو أنت تتأثر بشكل غير يعني مقصود. بالتالي ابدأ انظر بالإيجابية، لذلك الصحة العاطفية هنا مهم جدا، وفي طبعا الطب الهيدروباثي يلعب دور كبير جدا في كل من هذه الجوانب الصحة وبتفاصيل دقيقة جدا علمية. يعني هنا باختصار هي متعلق بالهرمونات، والهرمونات لا تستطيع يعني اذا يعني الى توصل الى توصل محلها يعني محل الهدف الى ان تنتقل عن طريق الدوره الدمويه وتفرز من خلال الغدد، هذا طبعا شرح اخر. والصحه الثالثه اللي هي الصحه العقليه، زياده قدره الذكاء، زياده الانتاجيه، دقه التركيز، قلة الحوادث، هذه كلها مبادئ مهمة جدا. كيف تزيد من إنتاجيتك في مجالك وأنت متخصص فيه أو موهوب فيه؟ وكذلك الصحة الروحية تتعلق باكتشاف قيمك البشرية العظيمة التي تمتلكها وما بين يديك، اكتشف من أنت ومن أنت، ما هي قيمك البشرية؟ لا حدود، لا حدود، عندك قدرات لا حدود، هذه قدرات توصلك اللي هو الجانب الروحي. فالجانب الروحي أنت من الجسد ومن الروح، وبالتالي أن من الروح الجسد هو جانب واحد، لكن هناك شيء آخر ومخفي الذي لا ترى بالعين المجرد، الروح. فهذا الروح لا يموت، خلود يعني لا يموت، فيرجع من حيث أتى إلى قاعدته عنده انفصال من الجسد. فبالتالي بدي استخدم اسلوب، ونحن سوينا هذه الحلقات في مقاطع الفيديو على قناتنا في قناتنا اليوتيوب، ووضحنا كيف تعمل يعني تغير هي التفكير، انك تتعامل مع تجعل روحك في مقدمة الاحداث وتجعل الجسد في مؤخر الاحداث. فبالتالي ابدا تحدث، يقظ روحك واجعل روحك يتعامل مع ارواح اخرى، اي كل انسان، كل انسان مكون من الجسد والروح، وبالتالي هنا تستطيع تتأقلم مع كل إنسان، تستطيع بكل يسر وسهولة لتتفادي الخلافات البشرية وتكون جزءا لا يتجزا من الذين يساهمون في بناء الحضارة وبناء الأفضل الحياة. لذلك أعتقد أنا على يقين أنك استفدت من هذه الحلقة. لا تنسى، لا تنسى أرجوك، لا تخلي هذه المعلومات توقف عندك، لا تكون أنانية، لا لا بس ما خاصك، لا قصدي لما تكون أنانية مقصود بغير قصد، يعني خلي عندك بس يلا خلاص اوكي عجبني، اوكي طيب عجبني لايك، اوكي لايك لا بس ممتاز، شارك في القناة ممتاز، نشر، كم شخص عندك متواصل معه؟ شخصين، ثلاثة، خمسة، عشرة، عشرين، مئة، ألف، 10,000، مليون، في أشخاص ما شاء الله يوصلون لملايين، يعني شخص واحد عنده اتصال بالملايين من الناس من أتباع من متابعين في مجال اختصاصه. فأنت استفدت وأمنت وعرفت أن هذا فيه فوائد، لا تخلي عندك نشرة، لأن هدفنا هدف للبشرية أجمع دون أي قيد
أو تمييز أو استثناء، فخر لكل عمانية، فخر لكل خليجية، فخر لكل عربية، وفخر للبشرية أجمع دون أي قيد أو تمييز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع مرة أخرى أخوكم ومحبكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، هذا البلد الأمين، أحب البلد هذا، ومن أجل هذا البلد ومن أجل الخليج ومن أجل العرب بإذن الله تعالى. فقط احرصوا وتابعوا شاهدوا. مشكور، مع السلامة. هذا الماء ساخن غير حياتي، الحمد لله.